لو ما في جينوم وش اللي ممكن يصير؟ وراح ترتفع التكلفة، راح ياخذ وقت وراح يعاني المريض بشكل أكبر. وش تتوقع يصير لو ما عندنا الجينوم؟ لو ما في جينوم اللي 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 حققناه مثلا بعشر سنوات ما راح يتحقق إلا بأربعين خمسين سنة. هل بتنتشر الأمراض بين الناس؟ مو قصد إنه تنتشر، السرعة التشخيص بال باختصار الوقت، ثورة عالمية، تقنية مستهدفة لحاجة معينة. أنا أقصد لو اليوم العالم ما وصل لمرحلة الجينوم ولا تطور فيها أي دولة، وش الآثار السلبية اللي ممكن تحدث داخل هذه الدولة بين الناس؟ بالضبط زي ما تفضلت أنت، يعني سرعة العلاج والفاعلية حقتها راح تكون قليلة، والأبحاث راح تكون بطيئة شوي. الجينوم بجسم الإنسان هو عبارة عن سلسلة وراثية تكون ماخذها من آبائك وأجدادك، سواء كانت صفات إيجابية أو سلبية. حماية البيانات، أنه أي واحد يقدر يأخذ بيانات ويسوي الخارطة الوراثية يعرف أنت وش عندك من خلل وراثي يقدر يستهدفه. غريبة هذه ترى، غريبة كثير من الناس ما حد. ليش صار مشروع وطني؟ لأنه يعتبر حماية. أي أكيد. هل لهالدرجة هذه البيانات خطيرة؟ نعم.